بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بناخد ريفيجن نمبر 1 في بي سي ار، بنتكلم على ريفيجن اوف ليمفاتيك سيستم. هنحاول نكون سرعة واب تو بوينت. اول حاجة، ايه هو الليمفاتيك درينج بتاع الابر؟ اي ليمف نود بنعرف فيها ثلاث حاجات: السايت، افرنت. عندي في جروب في الليمف نود اسمه اكزيلاري ليمف نود. الاكزيلاري ليمف نود هما 5 جروبس. اول جروب اسمه انتيرور او بيكتورال along اللور بوردر بتاع البيكتوريس ماينور. عندي تاني جروب اسمه بوستيرور او السب سكابيولار along اللور بوردر بتاع السب سكابيولاريس. عندي اللاترال او الهيومرال along اللاترال وول اوف اكزيلا along الاكزيلاري بين. عندي السنترال ديب للبكتوراليس ماينور. عندي الابيكال برضه موجود الونج الاكزيلاري فين. يبقى عندي تو جروبس الونج الاكزيلاري فين، اللاترال والابيكال، وده موجود نير الابيكس اوف اكزيلا. يبقى عندي انتيريور وبوستيريور ولاترال وسنترال وابيكال. عندي 5 جروبس: انتيريور وبوستيريور ولاترال وسنترال وابيكال. طب بيعملوا درينج ازاي؟ الانتيرير مالوش دعوه بالابر ليمب ولا البوستيرير. الانتيرير بيعمل درينج للفرونت اوف ذا ترانك اباف الليفل بتاع الامبليكس، وزي البوستيرير برضه بيعمل درينج للباك اوف ذا ترانك. يبقى الانتيرير بيعمل درينج للفرونت اوف ذا ترانك، والبوستيرير بيعمل درينج للباك اوف ذا ترانك لغايه الامبليكال بلين. بس الانتيرير بياخد كمان من اللاترال بارت بتاع الماماري جلاند او البريست. مهم قوي ان الانتيرير بياخد من اللاترال بارت اوف ذا بريست. يبقى الانتيرور والبوستيرور ما لهمش دعوه خالص، هما الاثنين بالابر ليمب. امال اللي دعوه بالابر ليمب هو اللاترال جروب. اللاترال جروب بيعمل درينج للهول ابر ليمب. يبقى الهول ابر ليمب، الهول ديب ستراكشر اوف ذا ابر ليمب كلها باللاترال، سواء الانتيرور او البوستيرور او اللاترال، او الانتيرور والبوستيرور او اللاترال، كلهم بيصبوا في السنترال جروب. وبما ان السنترال جروب بتستقبل من 3 جروبس دي، بتروح صبه في الابيكال جروب. يبقى الثلاثه دول بيصبوا في السنترال، السنترال بقى بتجمع من 3 وتصب في الابيكال. الابيكال بتستقبل من الفور جروبس في النهايه ومن الابر بارت اوف ذا بريست. يبقى اللاترال بارت بتاع البريست في الانتيرير جروب، والابر بارت بتاع البريست في الابيكال جروب. كله 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 بيطلع لينف ترانك اسمه رايت وليفت subclavian lymph trunk. يبقى عندي right subclavian lymph trunk وعندي left subclavian lymph trunk، وفي نهايه المحاضره هنعرف دول بيصبوا فين. يهمني اول بريست تعرفوا اني عندي medial half و lateral half. الميديال half بيصب في البارا external lymph node، واللاترال half بتصب في البيكتورال جروب او الانتيرير جروب بتاع الاكزيلاري lymph node. الابيكال بيصب في الابيكال جروب. يبقى انا عندي هنا، يبقى اللاترال بارت في البارستيرنال، الميديال هاف في البارستيرنال، اللاترال بارت في الانتيرو جروب بتاع الاكزيلاري ليمف نود، والابر بارت بيصب في الابيكال جروب بتاع الاكزيلاري ليمف نود. طب ايه الليمفاتيك درينج بتاع اللور ليمب؟ عندي 3 جروبس موجودين: سوبرفيشال انجواينال والديب انجواينال وبوبليتشر. السوبرفيشال انجواينال، يبقى انا عندي سوبرفيشال انجواينال والديب انجواينال وبوبليتشر. السوبرفيشال انجوينال دول بيصبوا ازاي؟ السوبرفيشال انجوينال بقسمها الهورزنتال جروب وفيرتيكال جروب، والهورزنتال بقسمها الميديال ولاترال. يبقى انا عندي السوبرفيشال انجوينال بتقسم لفيرتيكال وهورزنتال، والهورزنتال بقسمها الميديال ولاترال. يبقى انا عندي السوبرفيشال انجوينال بقى في ميديال ولاترال وفيرتيكال، عندي ديب انجوينال، عندي البوبليتشر انفلو. طب بيعملوا ايه؟ السوبرفيشال انجوينال قسمتها الميجر واللاترال. الميجر واللاترال دول ما لهمش دعوه باللور ليمب. الميجر بتاخد من الفرونت اوف ذا ترانك تحت الليفل بتاع الامبليكس انكلودنج البرينيوم. الكلمه دي مهمه، يعني لو جالكم في الامتحان الدرينج بتاع الفالفا، الدرينج بتاع السكروتم، يبقى دي بتروح في البرينيوم، بتروح في الميجر جروب. اللاترال بتاخد من الباك اوف ذا ترانك تحت الليفل بتاع الامبليكس انكلودنج الجلوتيا ريجن. يبقى الميجر واللاترال دول هما الاثنين ما لهمش دعوه خالص باللور ليمب. ده بتاخد من الانتير بارت اوف ذا ترانك تحت ليفل بتاع الامبليكس انكلودنج البرينيوم. اللاترال تاخد من الباك اوف ذا ترانك تحت الليفل بتاع الامبليكال بلين انكلودنج اللي هو الجلوتيا ريجن. طب بيصبوا فين؟ اي حاجه في اللور هتصب في الديب انجواينال ليمف نود. يبقى الاثنين دول يصبوا في الديب انجواينال ليمف نود.
طيب امال السوبرفيشال انجواينال، السوبرفيشال انجواينال دي بتتقسم اللي هو اللور ليم، السوبرفيشال ارياز بتاعت اللور ليم بتتقسم في فيسلز تمشي مع الجريس اوف النزفين، وفي فيسل تمشي مع الشورت اوف النزفين. يبقى في اللي هيمشي مع الجريس اوف النزفين وفي اللي هيمشي مع الشورت اوف. الميديال جروب هتمشي مع الجريت سافرنس، هتصب في الفيرتيكال جروب. طيب واللاترال جروب، اللاترال جروب هتمشي مع الشورت سافرنس، فهتصب في البوبليتشر الانفيرود، وسواء ده او ده بيصب في الجيب انجوينال الانفيرود، يعني سواء ده او ده هيصب في الجيب انجوينال الانفيرود. يبقى السوبرفيشال استراكشر بتاعت اللور لم ماشيه مع ازاي؟ الميديال ماشيه مع الجريت سافرنس، هتصب في الفيرتيكال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال الانفيرود، اما اللاترال هتمشي مع الشورت سافرنس، تصب في البوبليتشر انفيرود. وسواء ده او ده كل الجروب ده ميجر ولاترال وفيرتيكال البوبليتشر كله بيصب في الديب انجوينال انفيرود. الديب انجوينال بتجمع كل الليمفاتيك درينج بتاعت كل المناطق دي على بعض. طب الديب ستراكشر بتاعت اللور، احنا خدنا سوبرفيشال ستراكشر، الديب ستراكشر بتاعت اللور، الحته بتاعت الليج بتصب في البوبليتشر انفيرود، والحته بتاعت الثاي بتصب في الديب انجوينال لينفيرود. يبقى الحته بتاعت الليج، الديب ستراكشر بتاعت الليج بتصب في البوبليتشر لينفيرود. طب والديب ستراكشر بتاعت الثاي بتصب في الديب انجوينال لينفيرود. وسواء البوبليتشر زي ما قلنا او سواء السوبرفيشال انجوينال كله بيصب في الديب انجوينال لينفيرود. يبقى السمري بتاعت الليمفاتيك درينج بتاعت الابر واللور ليمب ازاي؟ سوبرفيشال ستراكشر بتاعت الابر هتبقى ماشيه كالاتي، ميديال هتمشي مع البازيليك فين وهتصب في الابي تروكليار او سوبرا تروكليار لينفرود، لاترال هتمشي مع السيفاليك فين وهتصب في الانفرا كلافيكلا لينفرود. يبقى عندي سوبرفيشال، الديب كلها بتصب في اللاترال جروب بتاع الاكزيلر لينفرود. يبقى الابر لينب بتمشي زي سوبرفيشال، ديب سوبرفيشال دايما بتمشي مع البين، مشيت مع البازيليك او السيفاليك فين، اللي مشوا مع البازيليك اللي هو الميديال صبوا في السوبرا تروكليان او ايبي تروكليان ليمف نود موجود على الميديال ايبي كونتاكت. اللاترال مشوا مع السيفاليك فين وصبوا في الانفرا كلافيكولار ليمف نود. اما الديب ستراكشر بتاعت الابر بتصب في اللاترال جروب بتاع الاكزيلر ليمف نود. طب اللور ليمف عندي برضك سوبرفيشال وديب، سوبرفيشال بتمشي لاترال او ميديال، ميديال بتمشي مع الجريت سافرنس فين فتصب في الفيرتيكال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينفرود. ميديال انا بتكلم ده اللي هو السوبرفيشال بتصب في البوبليتشر جروب بتاع البوبليتشر جروب. طب الديب الليج يصب في البوبليتشر، الديب بتاع الثاي يصب في الديب انجوينال لينفرود، واي حاجه في النهايه بتصب في الديب انجوينال لينفرود عشان نحرف سيبه. يبقى عندنا سوبرفيشال بتاع اللور وديب بتاع اللور، وكله لازم يصب في الديب انجوينال ليمف. تعالوا كده نشوف ذا مين ليمف ترانك ذا درينز الابر ليمب، يبقى اسمه ايه؟ المين ليمف ترانك ذا درين الابر ليمب اسمه سب كليفيان ليمف ترانك. ذا ليمف فروم لاترال سايد اوف ذا بريست، لاترال سايد اوف ذا بريست تبقى رايحه للاكزيلري، لو الميديال تبقى فارستر اكزيلري. ذا سكين اوف سكروتم، لو قال السكروتم او الفالفا دي بتدرين في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود، سوبرفيشال انجوينال ليمف نود. اللور بارت بتاع الانجير ابدومينال وول تحت ليفل بتاع الامبليكس والبرينيم، اي حاجه تبع البرينيم، فالفا سكروتم لور هاف اوف انال كانال لور هاف اوف فاجينا كله بيصب في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. طيب الليمفاتيك درينج بتاع الهيد وريك، عندي في سوبرفيشال سيركيولار ليمف نود، ديب سيركولار ليمف نود، يبقى عندي سوبرفيشال سيركولار وديب سيركولار او تو سيركل، سوبرفيشال سيركولار وديب سيركولار، سوبرفيشال سيرفيكال ليمف نود ديب سيرفيكال ليمف نود، يبقى عندي اربعه، سوبرفيشال سيركولار ديب سيركولار سوبرفيشال سيرفيكال ديب سيرفيكال. طب ناخدهم واحده واحده، اول واحده اسمها سوبرفيشال سيركولار، تبعها سوبرفيشال سيركولار تبعها سته جروبس، سوبرفيشال سيركلر تبعها ستة جروبس. ايه هما الستة جروبس اللي هما موجودين؟ أول واحدة اسمها باكال، تاني واحدة باروتد سواء سوبرفيشال أو ديب باروتد، تالت واحدة اسمها ماستويد، رابع واحدة اسمها أوكسيبيتال، يبقى عندي فور جروبس.
يبقى اول واحده اسمها باكال او فيشيال، ده موجود على الباكسينيتو. تاني واحده باروتيد، سوبرفيشيال باروتيد وديب باروتيد، والديب باروتيد اسمها بري اوريكولار. الثالثه اسمها ماستويد، ماستويد موجود على الماستويد بروسيس او بيهايند الاوركل، اسميها بوست اوريكولار، بقى عندي بري اوريكولار بوست اوريكولار. الرابعه اسمها اوكسيبيتال، موجود على الاوكسيبيتال بون. يبقى انا عندي ادي اربعه لغايه دلوقتي، هم سته، فيشيال او باكال، باروتيد، ماستويد، اوكسيبيتال، ولسه عندي تو جروب اسمهم سب سب هنجيبهم في السلايد اللي بعديه. يبقى عندنا دول اسمهم سوبرفيشيال سيركيولار. يبقى انا عندي هنا اول واحده اسمها فيشيال او باكال موجوده على الباكسينيت، ثاني واحده في الباروتيد على او ديب وزين الباروتيد، على يبقى سوبرفيشيال باروتيد، ديب وزين الباروتيد يبقى اسمها ديب باروتيد او بري اوريكولار. بعد كده ورا على الماستويد يبقى ماستويد او بوست اوريكولار، على الاوكسيبيتال بون اسمها اوكسيبيتال. وكل الجروبس دول كلهم 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 الاربعه دول بيصبوا في الديب سيرفيكال لينفرود. الليمفاتيك درينج بتاع الهيد ونيك كله رايح للديب سيرفيكال لينفرود اللي هو الجروب رقم اربعه. طب بقى لي سب سب، لان السوبرفيشال جروب اربعه وسب سب، الاربعه فيشيال او باكال، باروتيد، ماستويد، اوكسيبيتال وسب سب. ايه السب سب؟ سب منتال، سب مانديبولار. سب منتال موجوده تحت المنتم، موجوده في السب منتال تراينجل، سب مانديبولار موجوده على السب مانديبولار جلاند. السب منتال الاول تصب في السب مانديبولار، والسب مانديبولار كالمعتاد تروح للديب سيرفيكال لينف نود. يبقى كل السوبرفيشال سيركل راحوا للديب سيرفيكال لينف نود، بس السب منتال وهي رايحه للديب سيرفيكال بتصب في السب مانديبولار. يبقى دول السوبرفيشال سيركلر لينف نود الموجودين عندنا. تاني جروب اسمه ديب سيركلر لينف نود، بقى عندي سوبرفيشال سيركلر وعندي ديب سيركلر لينف نود. يتقسموا كالاتي: ريترو فرنجيال ورا الفرنجس، بارا تراكيال جنب التراكيا، ثلاثه موجودين قدام: انفرا هايويد، بري لارينجيال، بري تراكيال. يبقى انفرا هايويد تحت الهايد بون، بري لارينجيال قدام اللارنج، بري تراكيال قدام التراكيا. يبقى ريترو فرنجيال، بارا تراكيال، انفرا هايويد، بري لارينجيال، بري تراكيال. كل دول بيصبوا في نهايه فين؟ في الديب سيركل لينفرود. يبقى كالمعتاد كله بيصب فين؟ في الديب سيركل لينفرود. يبقى الديب سيركل انفرا هايويد، بري لارينجيال، بري تراكيال، ثلاثه قدام، بارا تراكيال جنب التراكيا، ريترو فرنجيال، كله بيصب في الديب سيركل، ديب سيركل لينفرود. تالت جروب اسمه سوبرفيشيال سيرفيكال، سوبرفيشيال سيرفيكال، في الانتيريور وفي البوستيريور. الانتيريور في الانتيريور تراينجل along along الانتيريور جاجلر فين، والبوستيريور موجود في البوستيريور تراينجل along الاكسترنال جاجلر فين. يبقى في عندي السوبرفيشال سيركلر اثنين، انتيريور وبوستيريور. انتيريور موجوده في الانتيريور تراينجل، البوستيريور موجوده في البوستيريور تراينجل، الانتيريور موجوده along الانتيريور جاجلر فين، والبوستيرور مالونج موجوده الونج الاكسترنال جاجلر فين. وكالمعتاد بتصب في الديب سيرفيكال لينف نود. يبقى السوبرفيشال سيركلر اللي هم السته دول كلهم صبوا في الديب سيرفيكال لينف نود. الديب سيركلر اللي هم كانوا خمسه كلهم ده صبوا في الديب سيرفيكال لينف نود. السوبرفيشال سيركلر كانوا اثنين صبوا في الديب سيرفيكال لينف نود. يبقى الديب سيرفيكال لينف نود هي اللي بتجمع كل حاجه بقى. والديب سيرفيكال لينف نود هي لينف نود موجوده ديب للاسترنوماستويد الونج الانترنال جاجلر فين. بيقسموهم لابر ديب سيرفيكال لينف نود ولور ديب سيرفيكال لينف نود. ابر الونج الابر بارت بتاع الانترنال جيجلر فين، لور الونج اللور بارت بتاع الانترنال جيجلر فين. في ممبر مهم من الابر ديب سيرفيكال لينف نود اسمها جاجيولو دايجستريك، وفي ممبر مهم من اللور ديب سيرفيكال لينف نود اسمها جاجيولو اومو هايوي. طب جاجيولو مفهومه لان هم كلهم الونج الانترنال جيجلر فين، لكن جاجلو دايجستريك ليه؟ لان البوستيريو بيلف دايجستريك بتعمل كروسنج للانترنال جاجلر فين، فلاقي الجلاند موجوده هنا او الليمف نود اسمها جاجلو دايجستريك ليمف نود، يبقى موجوده في الانجل بين الانترنال جاجلر فين والبوستيريو بيلف دايجستريك اسمها جاجلو دايجستريك. اما الليمف نود الثانيه اسمها جاجلو اومو هايويد ليمف نود، موجوده مكان اللي هو الاومو هايويد
سواء السوبيريور بيري او الانترميديت تندون تعمل كروسنج للانترنال جيجرال فينس ما جيجر او مهايوت. الجيجر والجاستريك دي اهميتها بتعمل درينج للطنج والتورسن. الجيجر او مهايوت بتعمل درينج للطنج. الجيجر والجاستريك من كتر ما هي مشهوره مع الانلارجمنت اوف تونسل بيسموها بتوع الكلينيكال تونسيلر جلاند. كل ده بيطلع ترانك اسمه جيجلر لينف ترانك. بيبقى من الهيد وينك بيطلع ترانك اسمه جيجلر لينف ترانك. عندي رينج اسمه والداي رينج. والداي رينج دي عباره عن مجموعه من التونسل بتعمل بروتكشن للابر بارت بتاع الريسبيراتوري والدايجستيف سيستم. بلاقي في الفارنكس عندي تونسل اللي اسمها كويس فارنجيال تونسل او الادينويد. يبقى انا عندي تونسل فارنجيال تونسل ادينويد. عندي في تونسل عند الاوبننج بتاعت اليوستيكيان تيوب اسمها تيوبال تونسل، واحده يمين واحده شمال. عندي البالاتاين تونسل اللي هي مشهوره موجوده في البلد، بالاتاين تونسل بتوع الكلينيكال يقولوا عليها تونسل بس. عندي اخر حاجه لينجوال تونسل في الطنج، يبقى سته: فارنجيال تونسل، تيوبال تونسل، بالاتاين تونسل، لينجوال تونسل. السته دول مع بعضهم عاملين رينج تطلق عليه كلمه والدايرز رينج. والدايرز رينج بيعمل بروتكشن للابر بارت بتاعت الريسبيراتوري والدايجستيف سيستم اللي هو النيزوفارينكس والاورال. الطريق اللي فاتت درينج بتاع الثوراسيك والابدومينال وول. لو انا بتكلم سوبرفيشالي مفيش لينف نودز موجوده في الترانك، ولذلك الامبليكس ده بيسموها ووتر شيد لاين. اباف الامبليكس بتروح للاكزيلري لينف نود، بيلو الامبليكس تروح للسوبرفيشال انجوينال لينف نود. يبقى دي قاعده في الترانك، اباف الامبليكس انا بتكلم على الوول، اباف الامبليكس تروح للاكزيلري لينف نود، بيلو الامبليكس تروح للسوبرفيشال انجوينال لينف نود. على تفصيل هنقوله بسرعه دلوقتي. يبقى اباف الامبليكس بتروح فين؟ لو بتكلم على الفرنت يبقى تروح في الانتيريور جروب اوف اكزيلر لينف نود. لو بتكلم بيلو الامبليكس بتروح في الميديال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينف نود. ممكن التفاصيل الفظيعه دي ما نعرفهاش قوي يعني. يبقى اباف الامبليكس بتروح في الانتيريور جروب بتاع الاكزيلر لينف نود، بيلو الامبليكس تروح للميديال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينف نود. طب لو الباك اباف الامبليكس تروح في البوستيريور جروب اوف اكزيلر لينف نود، بيلو الامبليكس تروح لللاترال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينف نود. يبقى عندنا الملخص كان السلايد الاولاني، اباف الامبليكس تروح للاكزيلر لينف نود، بيلو الامبليكس تروح للسوبرفيشال انجوينال لينف نود. طيب اللي فات الرينج بتاع الثوراسيك كافيتي، الثوراسيك كافيتي ان شورت الثوراكس يا اما لانج يا ميدياستاين. اللانج هلخصها دلوقتي بسرعه اللي فاتت البرنامج بتاعها. الميدياستاينم عندي انتيريور بوستيريور ميدياستاينم. يبقى الميدياستاينم عندي انتيريور بوستيريور ميدياستاينم لينف نود. اما اللنج ليها بالمونري لينف نود. يبقى اللي فاتت البرنامج بتاعها اللي هو الثوراسيك كافيتي يا اما لنج يا اما ميدياستاينم. بالميدياستاينم يا اما انتيريور يا اما بوستيريور. طب اللنج بتبتدي جوه اللنج اللي فاتت البرنامج بانترا بالمونري، تصب في الجروب اوف لينف نود اللي موجوده في الجنكشن بتوين اللي هو البرونكاي واللانكي. يبقى برونكو بالمونري انترا بالمونري صبت في برونكو بالمونري. تصب في اللينف نود بتوين التراكيه والبرونكاي يبقى تراكيو برونكي لينف نود. تصب في اللينف نود اللي موجوده جنب التراكيه بارا تراكيه لينف نود. يطلع ترانك بقى، يبقى الترانك اللي طالع ده بيصب اللي طالع من الثوركس كله اسمه برونكو ميدياستاينال لينف نود. من اللانج والميدياستاينم اسمه برونكو ميدياستاينم. يبقى من الابر كان اسمه سب كليريان لينف ترانك، من الهيد ونيك اسمه جاجيلار لينف ترانك، من الثوراكس يبقى برونكو ميدياستاينال لينف ترانك. عندنا بعد كده الليمفاتيك درينج بتاع الابدومينال كافيتي. عندي بري اورتيك وبارا اورتيك. بارا اورتيك جنب الاورتا يبقى اسمها لاترال اورتيك. بري اورتيك وبارا اورتيك. البري اورتيك دول قدام الاورتا ثلاثه جروب: سيلياك، superior mesenteric، inferior mesenteric. celiac، superior mesenteric، inferior mesenteric. superior inferior mesenteric دول بيعملوا drainage للانتستين. اما السيلياك بيعمل drainage للاستومك، ليفر، السبلين، البنكرياس. استومك من الجي اي تي وبعدين الثلاثه جلانس الاديشنال ليفر والسبلين والبنكرياس. السيلياك superior mesenteric، inferior mesenteric كلهم بيعملوا ليمف ترانك اسمه انتستاينال. اما اللاترال جروب اللي موجودين بقى على الجناب دول بيجمعوا الاورجان ثلاثه اورجان: السوبرا رينال جلاند،
اللي هي الادرينال جلاند، الكدني والجوناس التسس والاوفري. خدوا بالكم دي تكه في الامتحان. لو قال لي السكروتم والفالفا الليمفاتيك درينج بتاعتهم فين؟ سوبرفيشال انجوانيال ليمف نود. لو قال لي التستس والاوفري تبقى اللاترال او بارا اورتيك ليمف نود. انا بقول التكه مره ثانيه عشان دايما بتيجي في الامتحانات. ويا اولاد لو جه قال لي السكروتم او الفالفا ده جلد يبقى سوبرفيشال انجوانيال ليمف نود. لكن لو جه قال لي التستس او الاوفري تبقى في اللاترال او بارا اورتيك ليمف نود. يبقى عندي بارا اورتيك ليمف نود. بتستقبل من الاورجن، بتستقبل من الادرينال جلاند، بتستقبل من الكدني، بتستقبل من التستس وتعمل ليمف ترانك اسمه لامبر ليمف ترانك. يبقى انا عندي في النهايه بقى ثلاثه ليمف ترانك، انتستاينال ورايت وليفت لامبر ليمف ترانك. الثلاثه ليمف ترانك دول بيصبوا فين؟ بيصبوا في كيس اسمها سيسترنا كايلي. يبقى السيسترنا كايلي دي موجوده عند الليفر بتاع الاثنين، بتستقبل ثلاثه ليمف ترانك، رايت لامبر ليمف ترانك، ليفت لامبر ليمف ترانك، انتستاينال ليمف ترانك. طيب والسيسترنا كايلي دي بدايه بتطلع بدايه دكت عظيمه اسمها ثوراثيك دكت. السيسترنا كايلي بتطلع بدايه دكت اسمها ثوراثيك دكت. الفاينل درينج بتاعت البادي عامله ازاي بقى؟ عندي ثوراثيك دكت دي طبعا اطول دكت طولها اباوت 40 سنتيمتر، بتبتدي من الليفل بتاع الاثنين لغايه الريت اوف ذا نيك، وبتنتهي في بدايه الليفت بريكيوسفاليك بين. بتجمع الليمفاتيك درينج بتاع ثلاث ارباع الجسم، شوف اللي باللون الازرق، الابدومين والبلبس والبوث لور والابر ليفت سايد اوف ذا بادي. والاقي في عندي ليمف ترانك تاني اسمه رايت ليمف ترانك، بتستقبل ربع اللي هو الليمفات بتاعت الجسم، بتستقبل من الرايت سايد بتاع الهيد ونيك، من رايت سايد، من رايت ابر ليم، رايت سايد اوف ذا ثوراكس. يبقى انا عندي ربع الجسم بيصب في الرايت ليمفاتيك داكت وثلاث ارباع الجسم بيصبوا في الثوراسيك داكت. عندي الثوراسيك داكت ايه؟ شكلها زي ما تكون بيدت، عامله زي حبات السبحه علشان فيها فالفز. بتبتدي الكونترويشن بتاع السيسترنا كايلي وتفتح في بدايه الليفت بريكيو سيفاليك بين. ثوراسيك داكت دي عظيمه، بتستقبل ثلاث ارباع الليمف بتاع الجسم، بتستقبل من تحت السيسترنا كايلي. عن طريق السيسترنا كايلي بتاخد الليمفاتيك بتاع الابدومين والبلفس واللور، نص الجسم التحتاني والنص الثاني من فوق. ليفت جاجرال ليمف ترانك، ليفت سبكليبيان ليمف ترانك، ليفت برونكو ميديستاينال ليمف ترانك. يبقى بتستقبل الربع اللي فاضل الفوقاني اللي هو الشمال، اما الربع اللي فاضل ناحيه اليمين بتصب في الرايت ليمف ترانك. يبقى ثوراسك ده بتجمع ثلاث ارباع الليمف بتاع الجسم. Which area is not drained into thoracic duct؟ يبقى اللي هي الرايت. رايت لا مش ليج، ياكل حد يغلط كده. رايت لا ابر ليمب، يس رايت ابر ليمب، رايت بارت اوف ذا ثوراكس، رايت سايد اوف ذا هيد اند نيك. The thoracic duct drains into which of the following vein؟ بدايه الليفت بريكيو سيفاليك بين. Left brachiocephalic vein. The lymph from right side of head and neck, right arm, drain into the vena cava by which of the following ducts. احنا قلنا اسمها right lymphatic duct. بتجمع الرايت اللي هو الربع اللي فاضل عندنا كويس في الرايت. بعد كده في جلاند اسمها thymus gland، دي موجوده في الانتيريور سوبرميديستاينم. اصلها اللي بتريسيف دي اللي هو الاماتيور تي سيل وبتحولها للماتيور تي سيل، وعشان كده جت كلمه التي سيل جت من كلمه ثايموس حتى اللي هو التي من هنا، وبتطلع هرمون اسمه ثايموسين، ده برضك مسؤول عن الماتيوريشن بتاع التي سيل. لو انا جاي ببص عليها الاقي في تو لوبس، تو ديستنكت لوبس يعني مش مميزين من بعضهم بس الصراحه ايدنتيكال، وسراوندد بالفايبرس كبسول. الايجنج بيبقى واضح جدا، لو انا جاي ببص عليها الاقي في الطفل الصغير كبيره لدرجه انك تبقى عامله الكونفجريشن زي حرف اللي هو الايت او بالانجلش، دي الثايموس وتحتها الهارت. بعدين كل شويه تظهر في الحجم، تظهر في الحجم، تظهر في الحجم لغايه ما بتبقى ريمينز اوف ثايموس جلاند وبتتحول لاديبوز تيشو. عندي بعد كده اخر حاجه اللي هو السبلين. السبلين دايمنشن بتاعته 1 في 3 في 5 في 7 في 9 في 11. 1 يعني الثيكنس بتاعه 1 انش. 3 البريتس بتاعه 3 انش. 5 اللينث بتاعه 5 انشز. 7 اونس، اونس يعني اللي هو الوقعه يعني 7 اونس يعني حوالي 227.5 جرام يعني ما جابش ربع كيلو. 9 11 ممتد من الريب نمبر 9 اب تو ريب نمبر 11. والسايد بتاعه في الليفت هايبوكوندريا من الناحيه الشمال يا ولاد. يبقى 1 في 3 في 5
يبقى ده الويدث والبريدث والثيكنس. 7 يبقى ده الويت. 9 اند 11 يبقى كويس بتوين اللي هو كويس ال 9th اند 11th ستريبس. بيقسموا ازاي؟ بيقولوا ان هو ليه تو بوردرز موجودين او تو اندز، انتيريور او لاترال اند، بوستيريور او ميديال اند. الانتيريور اند دو نوت اكستند بيوند الميد اكزيلري لاين، البوستيريور 4 سنتيمتر من الميد لاين، يعني ابوت 1.5 انش. البوردر عندي ابر ولور، الابر عند ريب رقم 9 واللور عند ريب رقم 11. يبقى عندي anterior end و posterior end اسمهم الثاني lateral و medial، upper and lower porters. عندي two surfaces موجودين، diaphragmatic surface the facing the diaphragm smooth related للديافرام، والديافرام فصل عن اللنج والبلورا والريبس and so on. اما السيرفيس الثاني اسمه visceral surface، وده بيحتوي على الهايلم المدخل اللي بيدخل عن طريقه الارتري والفين والليمف فيسل والاوتونوميك بلكسس زي اي هايلم. وفي عندي اربع انطباعات، واحد بتاع الاستومك اسمه جاستريك، هي الاستومك بتعمل انطباع فوق الهايلم، وواحد تحت الهايلم اسمه رينا، هي الكدني بتعمل انطباع، وعندي انطباع بتاع التين بانكرياس، وعندي الانطباع الرابع بتاع الليفت كوليك فليكشر. اربع حاجات، الاستومك بتعمل انطباع، والرينال بتعمل انطباع، والتيل وبانكرياس بيعمل انطباع، والليفت كوليك فليكشر بيعمل انطباع. يبقى عندي فور امبريشنز موجوده على الفيسترال سيرفيس، والفيسترال سيرفيس بيحتوي على الهايلم اللي بيحتوي على السبلينيك ارتريز والسبلينيك فينز والاوتونوميك بلكسس والليمف فيسل. يمين ان احنا نعرف ان احنا عندنا 3 بريتونيال فولتس ريليتد تو سبلين، اثنين اتاتشد واحد بيعمل له سبورت. الاثنين اللي اتاتشد، واحد اسمه جاستروسبلينيك بين الاستومك والهايلم بتاع السبلين، والتاني اسمه لاينو رينال بين السبلين والكدني. لاينو يعني سبلين، رينال يعني كدني، جاستروسبلينيك ولاينو رينال. الاثنين نحط فيهم الفلفل والشطه، يعني الليمف فيسل والليمف نود اوتونوميك بلكسس اكسترا بيرتونيال فات. الفيسلز بس اللي محتاج ان انا اسميها. الجاستروسبلينيك بيحتوي على شورت جاستريك وليفت جاستريك ديبلويد فيسل، اما اللاينو رينال بيحتوي على السبلينيك فيسل والتيلو بانكرياس. هو السبلينيك ارتري مع التيلو بانكرياس بجايين في الحته دي، وبعدين يعدوا في اللاينو رينال، يعني هي دي الحته اللي احنا عايزين نحفظها. يبقى عندي هنا كويس، يبقى السبلينيك فيسل والتيلو بانكرياس موجودين في اللاينو رينال ليجمنت، بيطلع منها برانش اسمها شورت جاستريك وليفت جاستريك ديبلويد بيوصلوا للاستومك. لكن بقيه الحاجات الليمف نود والليمف فيسل والترومات فايبرز والاكسترا بريتونيال فات اند سو اون، دي كلها فلفل وشط. لكن الحاجه الميجر اللي تهمني، اللاينو رينال بيحتوي على التيلو بانكرياس والسبلينيك فيسل، والجاستروسبلينيك بيحتوي على الشورت جاستريك وليفت جاسترو ايبيبلايك. في ليجامنت بيعمل سبورت للسبلين مش اتاتش للسبلين، ده موجود بين الليفت كوليك فليكشر والديافلام، اسمه فرينيكو كوليك. فرينيكو يعني ديافلام، كوليك يعني كولون، يعني بين الديافلام والكولون، اسمه فرينيكو كوليك. دي مش اتاتش للسبلين على فكره، بس بيعمل سبورت للسبلين. واهميته في الكلينيكال ان لو السبلين جاي يحمل انلارجمنت عشان الليجمنت ده موجود، يبقى السبلين بيبقى دايركتد تو ذا رايت الياك فوسا. يبقى عشان كده بنعرف ان الليجمنت ده اسمه فرينيكو كوليك ليجمنت نوت اتاتش تو السبلين، بس بيعمل سبورت للسبلين. من اسمه فرينيكو كوليك يبقى بين الديافرام والكولون اللي هو الليفت كوليك فلكشن، ده بيعمل سبورت. السيرفيس اناتوم ازاي بنرسمه؟ الابر بوردر عند الريب نمبر 9 واللور بوردر عند الريب نمبر 11. البوستيرور اند او الميديال اند بتبعد 4 سنتيمتر من الميد لاين، والانتيرور اند بيوصل لغايه الميد اكزيلاري لاين. ايوب ان احنا كنا فهمنا الكلام ده. الى اللقاء في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.